أحد الإخوة قال سيدنا، هاي قصة جديدة يعني قبل أسبوع نقل ليها أحد الإخوة، أنا كنت في زيارة إلى السيدة معصومة سلام الله تعالى، وكان هو صاحب تاكسي يعني، قال سيد ابن عمه الوحيد الذي نجا من سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران. تعرفون أنتم طائرة أوكرانية ضربت بصاروخ اشتباه يعني خطأ، فقتل جميع الركاب باستثناء هذا الشخص. باستثناء هذا الشخص ابن عمي. قلت كيف؟ شوفوا إخواني قصص جميلة بس هي صافن. قلت له كيف؟ قال سيدنا ابن عمي طلع من البيت قبل الطيران بخمس ساعات حتى شنو؟ حتى يروح المطار، وإذا بالطريق صار أكو مشكلة في السيارة، سيارة تاكسي مشكلة، ولا أحد في على حال في الطريق يقف لهؤلاء، والساعات تنقضي وهو جدا عصبي للسائق وللكذا لأنه طيارة راح تفوت. أحسنتم. يقول سيدنا ما أذكر لك شنو الحالات اللي مر هذا الولد في انفعالاته وفي كذا وسب وشتم، وتبين أنه رب العالمين لا يريدها أن يركب هذه الطائرة، الله لا يريدها أن يركب هذه الطائرة، وكان البنشر أو كان العطل في السيارة جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وبعدين أصلا ما صعد بالطائرة بلي، يعني بعدين فهم أن الطائرة بس قلعت من المطار ضربت بصاروخ وانتهى من فيه.